لا تحزن لا تحزن لا تحزن، واستسلم للقضاء والقدر، واسكن تحت مجاريهما. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. جف القلم، رفعت الصحف، قضي الأمر، كتبت المقادير، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إن هذه العقيدة إذا رسخت في نفسك وقرت في ضميرك صارت البلية عطية والمحنة منحة، وكل الوقائع جوائز وأوسمة. ومن يرد الله به خيرا يصب منه، فلا يصيبك قلق من مرض أو موت قريب أو خسارة مالية أو احتراق بيت، فإن الباري قد قدر والقضاء قد حل، والاختيار هكذا، والخير لله، والأجر حصل، والذنب كفر. هنيئا لأهل المصائب، صبرهم ورضاهم عن الآخذ المعطي القابض الباسط، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولن تهدأ أعصابك وتسكن بلابل نفسك وتذهب وساوس صدرك حتى تؤمن بالقضاء والقدر. جف القلم بما أنت لاق، فلا تذهب نفسك حسرات، لا تظن أنه كان بوسعك إيقاف الجدار أن ينهار، وحبس الماء أن ينسكب، ومنع الريح أن تهب، وحفظ الزجاج أن ينكسر. هذا ليس بصحيح على رغم ورغمك، وسوف يقع المقدور والمحظور، وينفذ القضاء ويحل المكتوب. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. استسلم للقدر قبل أن تطوق بجيش السخط والتذمر والعويل. اعترف بالقضاء قبل أن يدهمك سيل الندم. إذن فليهدأ بالك إذا فعلت الأسباب وبذلت الحيل، ثم وقع ما كنت تحذر، فهذا هو الذي كان ينبغي أن يقع. ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ولا تحزن لا تحزن، إن مع العسر يسرا. يا إنسان، بعد الجوع شبع، وبعد الظمأ ري، وبعد السهر نوم، وبعد المرض عافية، وبعد الهزيمة نصر. سوف يصل الغائب ويهتدي الضال ويفك العاني وينقشع الظلام، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. بشر الليل بصبح صادق يطارده على رؤوس الجبال ومسارب الأودية. بشر المهموم بفرج مفاجئ في سرعة الضوء ولمح البصر. بشر المنكوب بلطف خفي وكف حانية وادعة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.